ابن زيدون، الوزير والكاتب والشاعر، يعد من أبرز شعراء الأندلس، عرف بحبه لولادة بنت المستكفي، ومن أشهر قصائده: أضحت نائي بديلا من تدانينا، وناب عن طيب لقيانا تجافينا، بنت وبنا فما ابتلت جوانحنا، شوقا إليكم ولا جفت مياقينا، نكاد حين تناجيكم ضمائرنا، يقضي علينا الأسى لولا تأسينا، حالت لفقدكم أيامنا فغدت سودا، وكانت بكم بيضا ليالينا، لا تحسبون نأيكم عنا يغيرنا، أن طالما غير النأي المحبين، والله ما طلبت أهواؤنا بدلا منكم، ولا انصرفت عنكم أنانينا، ويا نسيم الصبا بلغ تحيتنا، من لو على البعد حيا كان يحيينا، يا روضة طالما أجنت لواحظنا، وردا جلاه الصبا غضا ونسرينا، لسنا نسميك إجلالا وتكريمة، وقدرك المعتلي عن ذاك يغنينا، إذا انفردت وما شوركت في صفة فحسبنا الوصف إيضاحا وتبيينا، إن كان قد عز في الدنيا اللقاء بكم، في موقف الحشر نلقاكم وتلقونا، عليك منا سلام الله ما بقيت، صبابة بك نخفيها فتخفينا.